مشاهدينا، موضوعنا الثاني لليوم عن الوقاية من الأثار الضارة للأسلحة الكيماوية والتي استخدمها النظام أكثر من مرة على المدنيين. فما هي الأثار المترتبة على الأسلحة الكيماوية المختلفة؟ وما هي طرق الوقاية أيضا التي يمكن اتباعها في المنازل؟ رح نحكي عن هالشي بعد ما نشوف هالتقرير. لم يترك النظام السوري سلاحا إلا واستخدمه لقمع الثورة السورية وإخماد حراك شعبها، ومنها الأسلحة الكيماوية بأنواعها المختلفة كغاز السارين والكلور. ويشكل التلوث الكيماوي خطرا بالغا على صحة الإنسان والحيوان وحتى الغطاء النباتي. والأسلحة الكيماوية هي مواد كيميائية صلبة أو سائلة أو غازية تتسبب عند استخدامها بإزهاق الأرواح البشرية والضرر بالإنتاج الصناعي والزراعي. ويمكن التعرف على المواد الكيماوية من بعض الظواهر التي ترافق إطلاقها كصوت القنبلة الذي يكون خافتاً وتصاعد دخان كثيف ببطء، كما يمكن ملاحظة وجود حشرات ميتة في المنطقة المعرضة للإصابة. وهناك عدة طرق للوقاية يمكن اتباعها في المنزل في حال استخدام السلاح الكيماوي. أولها اللجوء إلى مكان قابل للغلق المحكم للمنافذ بحيث يمنع تسرب الهواء من خلاله، ويفضل أن يحتوي على جميع احتياجات الأسرة لمنع خروج أو دخول أي شخص بعد ذلك. ومن ثم إطفاء وسائل التكييف بالإضافة إلى حماية أعضاء التنفس باستخدام القناع الواقي أو الكمامة، ويمكن صناعته يدوياً بأدوات بسيطة في المنزل. وفي حال التعرض للسلاح الكيماوي أو الإصابة به يجب خلع الملابس الملوثة وإبعادها عن متناول أفراد الأسرة، والمبادرة فوراً بغسل العينين وأطراف الجسم بالماء، ويستحسن البقاء لمدة طويلة تحت الماء مع تجنب دخول الماء للفم أو العينين أثناء الغسيل. كما يجب تجنب حك الجسم أو إزالة الفقاعات عند ظهورها، ولحماية العينين يمكن استخدام نظارة السباحة. وتختلف أعراض الإصابة وآثارها باختلاف نوع السلاح الكيماوي المستخدم. لبرنامج جولة الصباح، نور حداد، أورينت نيوز. إذن مشاهدينا، حتى نحكي أكثر عن هالموضوع معنا اليوم بالاستوديو الدكتور أيوب أبو دية، خبير بيئي، وأيضا دكتور عبد الرحمن العناني، استشاري بالأمراض الصدرية. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضراتكم. كل بداية مع حضرتك دكتور أيوب، يعني مو خافي على حدا بالتأكيد اتباع النظام الأسلحة الكيماوية بالإضافة لبعض الغازات المحرمة دوليا. نبلش مع حضرتك بالأسلحة الكيماوية، شو الآثار اللي بتنتج عنها؟ قد إيه كمية الطاقة يعني اللي بتنبعث منها؟ وأيضا كيف داخل المنازل ممكن انه نحتاط؟ هل بامكاننا نحتاط منها؟ يعني بدايه الوقايه خير من العلاج. يعني في النهايه المفروض انه المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته تجاه سوريا، مش بس نقعد احنا نحاول ندور على علاج لهي الامراض. نعم. فبالتالي هاي اسلحه محرمه، اسلحه استخدمت بطريقه عنيفه جدا في الحرب العالميه الاولى، غاز الكلورين طبعا، غاز الخردل سنة 2015 وسنة 2017 في الخنادق بين الألمان وبين الإنجليز وإلى آخره. فبالتالي هاي أسلحة محرمة دوليا. أنا مش كاين أستوعب كيف لسه العالم للأسف بتطلع وبتفرج. يعني لسه 21/8/2013 لما ضربوا الغوطة، وألفات ماتوا فيها. فبالتالي يعني يجب وقف هذا الإجرام المتعمد لاتجاه الشعب السوري. بالتأكيد في ازدواجية. نعم. يعني لا شك، بس موضوعنا مو سياسي. أنا فاهم لكن بدنا بس يعني الواحد إنه نعقب. نعم. بها الطريقة. الآن فيما يتعلق في الحماية، غاز السارين اللي ضربوه على الغوطة غاز ثقيل إلى حد ما، وبالتالي بضل في يعني بنزل لمناطق منخفضة. فأنا إجمالا ينصح ب لما يصير في ضرب الإنسان يكون حذر في داخل منزله، يغلق الشبابيك، يغلق الأبواب، يحمي نفسه من هذا الغاز. نعم. بالدرجة الأولى طبعا الوقاية اللي شفناها إحنا مهمة جدا. ضررها الطبي أكيد الدكتور عبد الرحمن رح يحكي فيه أكثر، لكن هاي الغازات، غاز السارين تحديدا، بخربط وضع الأعصاب كلها، الجهاز التنفسي كله. إذا استنشق حتى تعرض الجسم له بيؤدي للوفاة. نعم. فيما يتعلق في البيئة الأوسع اللي إحنا دائما ما بنطلع لها، هاي الغازات بتضلها موجودة. صح. يعني بتختلط مع المياه، بتختلط مع النباتات، فبالتالي بتدخل في الدورة الطبيعية للبيولوجيكال، التركيب البيولوجية للحياة من حولنا. فبالتالي راح تضلنا نتعامل، والأخطر من ذلك
وجود بعض العناصر المشعة مثل الكلورين. في عنا بعض أنواع من الكلورين مثل الكلورين 37 مثلا نظائر مشعة، فبالتالي استنشاقها مش بس بيؤدي للضرر اللي حكينا عليه احنا، بل بيؤدي لتشوه في جينات الإنسان، بيؤدي لخربطة بيولوجية في أثر الأمور المسرطنة وما إلى ذلك. إذن الأخطار واسعة جدا على جسم الإنسان وبيئيا أيضا، يعني نعم على كل عناصر الحياة من حوله. نعم، رح نرجع لحضرتك دكتور أيوب، لكن بدي أنتقل لحضرتك دكتور عبد الرحمن. يعني يمكن في المقدمة وهي شغلة يعني وعينا عليها، أنه بتأكيد هاي الغازات مضرة جدا لجسم الإنسان. فينا نفصل أكثر ضررها وين بتركز؟ واللي بيهمني أيضا وراثيا قدي ممكن تستمر، وقدي لها علاقة بانتشار الماراثوني لمرض السرطانات اللي هلأ نحن عم نشوفه يعني. شكرا ستي. اول شيء بدي بس اضرب مثل صغير. تفضل. هلا احنا بنعالج الاسباب اللي هو الربو الشعري، صح؟ هلا واحد من اهم خلينا نسميها المسببات لهذه الازمه ستات البيوت بيستعملوا وبيضعوا البليتش منظف مع ماده زي الفلاش، بخلطوه في بعض وبيستنشقوا، وهم ما عندهم من الأصل أي استعداد يصير عندهم أزمة، بيستنشقوا هذه المادة. لما بيخلطوا هذه المادتين على بعض بيطلع غاز الكلور، صح؟ هلا غاز الكلور هذه مادة سامة جدا، لأنها مادة مذيبة في القصبات الهوائية، تتحد معها وبتتكون مادة الهيدروكلوريك أسيد المحامض الموجود نفسه في معدتنا. وإحنا بنعرف الارتباط القوي والشديد بين أمراض الارتداد الحمضي في المعدة وأمراض الأزمة، صح؟ فاستنشاق واحد لكمية بسيطة من الكلور ومخفف جدا بعبدا. هلا أكثر مادتين استعمل في الحروب الكيماوية مادة الكلورين، نعم، ومادة الفسجين. هلا الكلورين بنعرف انه اول ناس استعملوه الحقيقة البريطانيين في حرب القرم، صح؟ يعني من 1853. والفسجين اجى بعديه في 1863. هلا تاثير هذول المادتين بيختلف اختلاف واسع. السبب انه الكلورين بذوب بسرعه في الماء، يعني او بذوب يعني اسرع من الفسجين في الماء، عشان كده ما بوصل بدخل على العينين والانف وبدخل على القصبات الهوائيه، وهنا المشكله بيؤدي الى تكوين ماده الهيدروكلوريك اسيد الحمض الكلورين اللي بيحرق القصبات الهوائيه هي، والمريض راح يضل يعاني طول عمره، هذا اذا عاش طبعا راح يعاني طول عمره من امراض الازمه والربو وضيق النفس، ويعني وغالبيه الاحيان راحين يعتمدوا اعتماد كلي على الاكسجين طول حياتهم. طبعا. طب بعيدا عن الجهاز الصدري والجهاز التنفسي، شو الاثار الثانيه ايضا اللي بتنجم عن الاثار كثيره؟ طبعا الاستنشاق هذه ممكن طبعا في اثناء الملامسه ممكن توصل الجلد، تعمل حروقات وتعمل مشاكل تانية. نعم. بعدين الأهم من هذا يعني خذي الجزء الثاني الفسجين. هذا ما بتدوب في القصبات الهوائية، بنزل للحويصلات الهوائية ويؤدي إلى تليفات شديدة في القصبات الهوائية في الحويصلات الهوائية. وإحنا بنعرف إنه إذا كان يعني بقياس كمية التعرض لهذه الأشياء بتقاس بالجزء للمليون. نعم. يعني 10 اذا الانسان تعرض الى 10 اجزاء للمليون من هذه الحياه، هذه بتؤدي الى الوفاه طبعاً خلال 24 ساعه. وهل لها علاقه مباشره بالاورام يعني الخلايا السرطانيه؟ هو ما فيش الحقيقه دراسه تؤكد 100%، لانه معظم الناس اللي بيتعرضوا للغازات بيموتوا فما بيعيشوش عشان يكونوا اورام سرطانيه. نعم. لكن احنا بنعرف من الدراسات البيئية الموجودة المناطق، صح، اللي بتكثر فيها الحروب والمناطق اللي تم فيها استعمال الأسلحة المحرمة دوليا، هناك زيادة واضحة في نسبة الأورام. بالتأكيد، لأن التربة بتتضرر أيضا، الزراعة المحاصيل الزراعية بتتضرر يعني الطريقة أيضاً. هذه لسه إحنا ما عنا يعني تفسير واضح 100%، لكن كل الدراسات البيئية بتأكد أنه المناطق اللي يعني في المناطق اللي بعد مثلا هيروشيما في اليابان، بعد حرب الأوكرين، بعد في الحرب العالمية الأولى، صح، انتشار السرطان حتى مفاعل ديمونة يعني كتير بيقولوا أنه هالمنطقة تحديدا زاد نسب الإصابة بالسرطانات بسبب هالمفاعل. يمكن حضرتك عندك تفسير معين، يعني بالتأكيد هاي الغازات والأسلحة المحرمة دوليا بتأثر مثل ما حكينا على البيئة، تربة، زراعة، المي، كل هالتفاصيل.
يعني اثرها على اللونج تيرم اذا بدك على المدى الطويل شو ممكن تعمل بهالارض يعني اللي احنا ما عم نحافظ عليها ابدا للاسف. صحيح. ذكرني الدكتور عبد الرحمن باليابان بهيروشيما. انا كنت في اليابان الاسبوع الماضي بدعوه من مؤسسات المجتمع المدني وزرنا مناطق فوكوشيما اللي تعرضت للكارثه النوويه، فبالتالي اخذنا جوله واسعه وعريضه لحجم الضرر اللي موجود في المنطقه هذيك على المدى القصير وعلى المدى البعيد. نعم. يعني التلوث اللي اصاب المنطقه تلوث مذهل. لاجئين، يعني ذكرني مخيم الزعتري 137 ألف لاجئ من المناطق فقط اللي حوالين المفاعل هدول. خير. الآن عندهم ساكنين في مخيمات، لكن طبعا هناك بيعتنوا فيهم حسب الأصول، المستشفيات، مدارس إلى آخره. حجم التلوث هائل، بمعنى العناصر المشعة اللي أطلقت بعد الانفجار واللي هي أصلا موجودة في كتير أماكن من الطبيعة، سواء بالكيميكال ويبنز أو بالأسلحة الغير تقليدية. صح. عناصر مدتها الإشاعية بعض منها قصير الأمد مثل الأيودين، بعض منها مثل السيزيوم 137-134. سيزيوم 137 نصف عمره الإشاعي 30 سنة، بمعنى أنه المناطق اللي هناك أغلب الضرر الإشاعي كان هكذا. لغاية الآن ما نظفوها، بدهم كمان 25-26 سنة، يصلها 4 سنوات الحادثة، 26 سنة تينظفوا فقط التربة الزراعية، ما بنحكي على جبال ولا الشجر. كارثة بيئية بكل معنى الكلمة. الآن في نوعين من الأضرار، في نوع الضرر الخارجي والضرر الداخلي. الضرر الداخلي أغلبه ناجم عن إشعاعات ألفا. إشعاعات ألفا مضرة جدا من الداخل، من الخارج ما بتخترق الجسم. نعم. في عنا إشعاعات بيتا وإشعاعات جاما. المذهل في الأمر أنه اليابانيين نفسهم في المختبرات اللي زرناها لغاية الآن ما عندهم أجهزة كافية. تخيل لغاية الآن هاي اليابان، أكثر الدول متقدمة. هاي اليابان بسألهم أنا عن البلوتونيوم مثلا، قالوا لغاية الآن الحكومة مستلمة دراسات البلوتونيوم ما بنعرف، لأنه هذا بشع ألفا. عمر الإشاعة 24 ألف سنة. يعني إشي مخجل، مخجل ومؤلم قدي الإنسان بالفعل عم بضر هالأرض، يعني اللي هو عايش فيها، البيئة اللي هو عايش فيها للأسف. يعني طبعا بالإضافة لبني جنسه. يعني فتخيلي أنت لما نحكي عن نصف عمر الإشاعة 24 ألف سنة، هذا عنصر واحد من العناصر المشعة. الآن كيف ضرره؟ ضرره مذهل كمان، تحديدا على الأطفال. كل ما صغر الطفل ضرره أكبر، الثايرويد تبعونه، الغدد الدرقية. أيضا هاي العناصر المشعة بتدخل في العظام، جسم الإنسان بخربط بينها وبين طبعًا عناصر أخرى فبمتصها. ولا لا دكتور؟ هذا كلامك يمكن من هون أتفضل. فأنا كتبت كتاب عن الضرر الإشاعي ولذلك عندي تفصيلات. فبخربط فيها البوتاسيوم K40، برضو مادة K40 مادة مشعة، برضو بفكرها المادة بيستفيد منها بخدها فبيخزنها فيه، فبالتالي هون بتصير الأورام، هون بتصير سرطانات الدم. صح. فإشي مذهل. يعني طبعاً اللي بدي أحكي إنه الضرر الإشاعي على مثلا تلوث في منطقة محصورة الآن من فوكوشيما وصل على أمريكا. تخيل على كاليفورنيا 3000 كيلومتر. طبعا والمجتمع الدولي لساته صامت ولذلك بعيدا. نعم. سوريا في البحر المتوسط بدهم يتنبهوا إنه كل هاي الأضرار والتلوث. يعني أنا زرت اللاذقية من 7-8 سنوات. حجم التلويث المياه المجاري اللي بتنكب في البحر مباشرة بدون معالجة، كميات الزئبق الموجودة بالجزء بالمليون مذهل. يعني أنا مش عارف كيف أصلا كانوا السوريين يأكلوا سمك من البحر المتوسط في هذيك المنطقة. يا إلهي. تلويث مذهل. هذا الحكي من تقريبا 10 سنوات. لا هيك بدنا نروح لشيء إيجابي، بس بعد ما نسأل حضرتك دكتور. دكتور عبد الرحمن، حكينا كتير أو حكينا كتير عن الجهاز التنفسي الصدري. معقول مثل هل الأضرار الغازات تعمل تشوهات أيضا مثلا بالأجنة؟ وشو في أعضاء تانية بتتأثر من الأسلحة الكيماوية؟ التشوهات الأجنة هذه يعني زي ما تفضل الدكتور أيوب، يعني هذه هي ثابتة، المشاكل هذه ثابتة، هذه ما فيها فيش اثنين بيختلفوا عليها. بتزيد العقم معقول أيضا، بتؤدي إلى العقم عند الستات، بتؤدي إلى ضعف الإنتاج عند الرجال. إلا كل خلية في الجسم اللي هي بتعتمد على سرعة التكاثر، يعني مثلا زي الإنتاج الحيوانات المنوية مثلا طبعًا أو غيره، كل هذه بتتدمر لأن خلايا صغيرة جدا.
وهي بتتدمر، فبالتالي مشكله العقم بتزيد كثير جدا عند الرجال، عند الستات، ونسبه التشوهات الخلقيه نسبه الاجهاض بتزيد. واللي بدي اكده واحكيه كمان مره، انه اذا الانسان تعرض والله كتب له عيش بعد تعرضه للكلورين او الفسجين، هذا الانسان لن يعيش حياه طبيعيه ابدا طول حياته، راح يضل يعاني من مشاكل صدر او مشاكل اخرى. نعم بالتاكيد، ومثل ما تفضلت حضرتك يعني معظم اللي بيستنشئوا هالغازات هن بيتوفوا، لكن الضرر شوف على قد ايه الجيل القادم، لانه حتى لو ما في هالضرر المباشر، المي عم تتاثر، التربه عم تتاثر، محاصيل زراعيه عم تتاثر، الهواء اللي عم نستنشئه بشكل عام عم بيتاثر، يعني احنا عم نقضي او للاسف يعني على اجيال يعني لقدام لسنوات كثير طويله. دكتور اذا بدنا نحكي بغازات ثانيه، يمكن حضرتك حكينا اكثر باضرار غاز الكلورين والسارين، طب هلا في غازات مختلفه ايضا، عندنا غاز الخردل، غاز الاعصاب وغيرها، شو اضرارها؟ شو في احتياطات ممكن احنا نفكر فيها بمنطقه ملتهبه مثل هالقد؟ يعني سؤالك دقيق، بجوز بده شخص متخصص اكثر مني حتى يجيب عنه، لكن بشكل عام الحمايه البيئيه اللي ممكن انا احاول اجاوب عنها، كل الـ يعني غاز السارين على سبيل المثال سائل فولاتايل، بمعنى انه بتبخر بسرعه، بتطاير يعني لما يعني. انا افتح هذا على طول بتبخر. غاز الخردل زي ما حكينا غاز ثقيل، وخطورته انه بضل موجود في موقعه لاسابيع طويله فما بتحرك، يعني هون الضرر يعني الاكبر من تقيل. نعم غاز ثقيل، عشان انت بتخلطوه مع القنابل، بيخلطوا سيدي مع الكلورين تماما حتى يتبعثر، يتبعثر يعني طبعا يتبعثر مسافات اطول، فهو بتفننوا في القتل يعني هذا للأسف. تفنن في القتل للاسف. طب نحن هلا مع حضراتكم بدنا نتفنن في تقديم نصائح للاشخاص، للمشاهدين، الاشخاص هلا اللي بمنازلهم، شو بيقدروا يعملوا؟ كيف بيقدروا يحتاطوا؟ شو نصائحك لهم؟ اللي شفته انا لحقت اشوفه من البدايه النصائح مهمه، ما عليه نذكر فيها، نعيدها، بنذكر فيها انه اذا في مراوح شغاله نطفيها، اذا في مكيفات هواء ايضا نطفيها، لانه بتعمل حركه للهواء من جوا لبرا ومن برا لجوا، فبتدخل، فبدنا نمنع اي حركه من الداخل للخارج ومن الخارج للداخل. نعم. فتحات الابواب، النوافذ نغلقهم، نحاول نسكرهم، نسكر البرادي ايضا لانها برضه بتمنع، بتخفف من حركه الهواء، ونلجأ للمناطق العالية عند الضرورة، يعني نلجأ للمناطق العالية بعد إذا في قصف، نلجأ للمناطق العالية، وأيضا أي عنصر من عناصر الجسم يصاب فورا نغسله بالماء والصابون ونكرر غسيله قدر الإمكان، وأيضا تخزين المواد الملوثة، يعني نحطها في كيس بلاستيك، مش بس كيس، كيسين طبعا. يعني اول كيس وثاني كيس، حتى لانه هاي الماده برضه بتتبخر، فلو واحد مثلا غطى راسه وتلوث بتعرفي الاواعي اللي غطى راسه فيها طبعا. برضه هاي بدنا نحاول نغلقها لانه اصبحت كمان ماده قابله للتطاير، فبدنا نسكرها ونضاعف تسكيرها. فيعني مساله وندرب الناس، يعني empowering احنا بنسميه، نمكن الناس من هاي الطريقه حتى طبعا. الاطفال يعني صح. في فوكوشيما كمان كانت ظاهرة انه لما ضربت تسونامي، وانا هاي ألقيتها في الأمم المتحدة في سنداي في 17 شهر الحالي، انه الأطفال لما ضربت تسونامي مدير المدرسة ما والأساتذة ما غادروش المدرسة حماية للأطفال، الأطفال نفسهم قادوا بعضهم البعض وصاروا يركضوا ويلاقوا المناطق المرتفعة وكل طلاب المدرسة نجيوا. فبالتالي مهم في جدا في تدريب، نعم، في مدربين من عمر صغير، في خطط طوارئ يعني ايضا. ايوه خطط طبعاً طوارئ طبعاً. انت احسنتي، يعني هاي الكلمه الحقيقيه، يعني احنا حتى بنحكي عن المفاعلات النوويه او المصانع الكيميائيه اللي ببنوها، هاي لا سمح الله صار حادث بدك تجلي الناس، بدك سيارات طبعاً، بدك شوفيريه طبعاً، طبعاً. بدك معدات، بدك اجهزه طبيه طبعاً. هل هاي كلها موجوده؟ هي استراتيجيات بدها للدول طبعاً. يمكن الحديث بالتاكيد بطول عن هالموضوع، لكن بدي افرد يمكن اخر دقيقه او دقيقتين من المحور لحضرتك دكتور عبد الرحمن، اذا في احتياطات ايضا من ناحيه طبيه، انا بالمنزل اليوم يعني لا قدر الله اذا بده يصير عندنا مشكله من هالنوع، شو الاشياء اللي لازم افكر تكون موجوده عندي؟ وايضا اذا في نصيحه من حضرتك، هالخضره اللي احنا بناكلها واللي مش فقط
الوقت عم تتضرر يمكن بالشام يعني كسوريا نفسها، لكن بالمنطقه اللي حوالينا كلها. كيف لازم نتعامل معها؟ دي لازم نغسلها؟ شو لازم نعمل حتى يكون الاثر اقل؟ سؤال كثير حلو، لانه يعني قاعده اساسيه انه جميع الخضار اللي احنا حاليا بنستعملها يجب ان تغسل بالماء والصابون يعني جيدا، ويمكن لازم نقشرها كمان. مش تحسن تقشيرها ستي؟ طبعا كثير من الاخصائيين التغذيه راح يعترضوا، بقول لك لما انت بتقشر الخضره براح نصف ايدك، بس مع الواقع الاليم لا بنقشرها. فلازم اعتقد بوجود يعني في البيوت اللي هي بوجود البخاخات اللي هي بتعمل بتوسع القصبات الهوائيه وبساعدها، طبعا كل هذه الاشياء بتخفف لكن لا تشفي طبعا. والشيء الاساسي هو وجود الاقنعه الواقيه. والشيء الوحيد اللي ثابت علميا انه ممكن يخفف من ضرر الغازات السامه على الناس. وبرجع باكد كمان برا، اذا الانسان تعرض الى الغاز السام سواء فسجين سواء كلورين سارين خردل، كل هذه قائمة تطول والليست يعني طويل جدا جدا، والمعلن عنه لا يشكل الا جزء بسيط طبعا. هذه كل هذه الغازات السامه لا سمح الله تعرض الانسان الى، فهو لا يعيش ولا يحيا حياه طبيعيه خاليه من الامراض سواء الصدريه او الجلديه او التجربة العصبية لهذه الناحية، الناحية النفسية طبعا. اللي احنا بنهملها دائما وابدا، الناحية النفسية كثير مهمة، الانسان اللي انخنق وحس حاله مش قادر يتنفس وعايش عنده فوبيا ايضا، عنده اضطراب نفسي بالتأكيد. ونحن بنعرف انه كثير من الناس حتى لا سمح الله بيلجأوا للانتحار، ما في نسبة الانتحار مثلا بالناس اللي تعرضوا للغازات السامة عالية جدا. بتكون. نعم، يعني الحديث يطول لكن احنا بدنا نضلنا متفائلين ان شاء الله. يعني يا رب هيك ما بعرف يصير في صحوة، ما بعرف شو هي، لكن إنه نخفف من هالتفنن السلبي اللي حكيته حضرتك، يعني اللي هو التفنن بالقتل وإيذاء الآخر. أهلا وسهلا بحضراتكم دكتور عبد الرحمن وحضر العناني، وحضرتك طبعا أخصائي في الأمراض التنفسية والصدرية دكتور أيوب أبو دية. أهلا وسهلا فيك. ومشاهدينا فاصل وراجعين وإياكم.